أعلن مستشار رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للموانئ محمد عبد العزيز بدأ تقديم خدمات تموين السفن خلال الربع الأول من عام 2023 وأوضح عبد العزيز على هامش احتفالية مؤوية غرفة الإسكندرية التجارية أن تلك الخدمات سيتم تقديمها في شمال القناة في منطقة غاطس بورسعيد ومنطقة جنوب القناة في منطقة غاطس السويس وأضاف أن هناك ثلاث شركات فازت بنحو أربع رخص حيث سيتم منح رخصتين في منطقة البحر المتوسط واثنتين في منطقة البحر الأحمر